بهيدي الصور الصغيرة اللي طلعت هي عطيتنا جرعة أمل غير منتظر وفرح غير منتظر. على مر السنين قدرت أسرق لحظات وشوفها دايما هيك في عندها خجل وفي عندها بسمة، يعني بتكون هنا ناطرتيها تطلع يعني هيك، وبس تطلع مثل كأنه قلبك هيك بتحسيها مثل أي سيدة لبنانية حقيقية، بيشبه مفاجأة الناس ببيتها مثل كأنه بيت أي حدا بيقربنا، يعني فيه دفى فيه راحة بيشبهها كثير. الصور أثرت علينا كلنا، يعني يمكن الوقت اللي عم نمرق فيه أصعب من الحروب حتى اللي مرقنا فيها بهاللحظة هيك العاطفية، هي لحظة عاطفية أكيد مرق براسي إنه طب أنا كيف بدي فل إذا فيروز هون؟ بس يمكن كمان ترجعي بتقولي لحالك إنه أنت بلبنان بكل العجقة الموجودة كمان ما عم بتلاقيه إلا من خلال الغنية بقى. فيروز كان فيها تساير بلا ايقوناتها، كان فيها تلبس شيء تاني، كان فيها تكون بهرجه اكثر، كان فيها انه جيت على بيتي وهيدا بيتي وانا هون بعيش هيك. وهون بتعرفي قديش هي كبيره وقديه تاثيرها كبير على البلد كله، يعني في ناحيه هي كفنانه وشو قدت وشو عطت كمغنيه، وفي ناحيه انها الايقونه الوحيده للبلد اللي كلنا متفقين عليها.